طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي، دكتور ممدوح خليل برحب بكم كلكم. ان شاء الله باذن الله نكون استفدنا كده من الدرس الاولاني اللي هو كان عباره عن نظريات. اخذنا فيه ديموكريتس، بعد كده اخذنا ارسطوتل، وقلنا ساعتها ان ده خرب البيت وكب الزيت زي ما بيقولوا كده. وبعد كده خدنا بويل اللي هو لغى فكره ارسطوتل ان هو عرف يعني ايه اليمنت. وبعد كده اخذنا دالتون، وبعد كده اخذنا تومسون، وامهينا الدرس برازرفورد. الاسبوع القادم ان شاء الله هناخد بقيه النظريات، نظريه بور الموديل بتاع بور، وهناخد كمان الموديل ثيوري. طيب احنا هنحل اسئله الدرس الاولاني، اسئله الهوم وورك اللي انا كنت مديها لكم هنحلها. انا قلت لكم ان انا هحلها اورال، بس لحظه واحده بس اظبط الكاميرا، متهيالي ان كده الكاميرا اتظبطت احسن من الاول. النهارده ان شاء الله زي ما اتفقنا هنحل اسئله الدرس واحده واحده. ايه اهميه الحل؟ ان انا مش بديك الحل سؤال باجابه زي الكتب الخارجيه اللي انت بتشتريها زي المعاصر مثلا، لا ده انا بديك الحلول وانا بقول لك انا ليه اخترت دي وليه ما اخترتش دي، والكلام ده كله ده بيفرق كتير جدا معاك. Who a scientist who didn't presume that the matter is formed of atoms. مين الساينتست اللي قال ان مفيش اصلا اتوم، يعني ما اعترفش خالص بوجود الاتوم؟ طبعا هيكون ارسطوتل. يبقى اول اجابه عندي ارسطوتل. السؤال الثاني، what is the choice which represents Boyle idea about the element. افكركم كده بويل، هو بويل قال ان الاليمنت ده بيور فورم او سمبلست بيور فورم اوف ماتر كانوت بي انالايز كيميكالي انتو سمبلر فورم، وان الاليمنت ده ما ينفعش ان انا افككه او احوله لاليمنت تاني، الاليمنت هيفضل اليمنت. اتعرض بقى لتمبريتشر، اتعرض لبريشر، الايرن هيفضل ايرن، الجولد هيفضل جولد، اند سو اون. فانهي شكل من دول بيعبر عن نظريه بويل؟ طبعا ان الاليمنت ما بيتغيرش. لو لقينا في اول اختيار ده كومباوند وتحلل فده غلط خالص، الاليمنت ده بيتكون من 1 اتوم او 2 سيميلر اتوم. طيب هتقول لي رقم 2 ده اليمنت، اه فعلا اليمنت، ولكن هو اتفكك، التو اتومز انفصلوا عن بعضيها، وده مش من ضمن الحاجه اللي قالها بويل. هو بويل قال الاليمنت هيفضل اليمنت زي ما هو. التالت ادي اليمنت اهو، خرج زي ما هو اليمنت، اتعرض لتمبريتشر، اتعرض لبريشر، فضل زي ما هو element. اذا الاختيار بتاعنا هيكون C. Each of the following among Dalton postulate except. طبعا احنا عارفين دالتون هو قال ايه، ده دالتون هو عرف الكومباوند وقال ان الاتومز دي بتكون عبارة عن اصغر حاجة موجودة في الماتر هي الاتوم، وكمان ان الاليمنت بيكون من particle صغيرة جدا اسمها اتومز، ويتكلم على الريشيو بتاعت الاليمنتس جوه الكومباوند ان هي بتكون كونستانت ريشيو. طيب كل دول من معتقدات دالتون ما عدا ايه؟ اول حاجه atoms of the elements contains proton electrons and neutrons. مبدئيا كده وانت مغمض هتختار الاجابه دي. طب ليه هنختار الاجابه دي؟ لان في عهد دالتون ما كانش ولا في بروتون ولا كان في الكترون ولا كان في نيوترونز، هو ما اتكلمش خالص لانه ما كانش حد يعرفهم اصلا وهو ما اكتشفهمش اصلا. يبقى الاجابه هتكون A. السؤال اللي بعده، لما يجي لك سؤال وانت متاكد من اجابته مش لازم تقرا بقيه الاختيارات، ده هيوفر عليك في الوقت الامتحان، لان وقت الامتحان ما يسرقكش، وخصوصا كمان تتعود من تانية ثانوي ان انت تحل بسرعه، عشان لما تيجي تطلع تالتة ثانوي طبعا الوقت بتاع الامتحان يسعفك وتقدر ان انت تحل وتحلل الاسئله كويس جدا. انا دوري مش ان انا اخليك تجيب درجه نهائيه فقط، لا انا دوري كمان ان انا اعلمك ازاي انت بتحل الاسئله بتاعتك، وازاي بتفكر في السؤال، وازاي تجيبها بسرعه. السؤال رقم 4، which of the following examples agree with Dalton postulate. انهي واحد من دول يتفق مع دالتون؟ Atoms which are formed in a sample of chlorine resemble those which is found in a sample of sulfur. The properties of molecules of hydrogen and oxygen differ from their properties in water molecule.
هي بص، هي البروبرز بتاعت المولكيولز بتاعت الهيدروجين والاكسجين هي فعلا بتختلف عن البروبرز بتاعتهم في الووتر مولكيولز، اوكي. ولكن مش ده اللي قاله دالتون، يعني دالتون ما ذكرش الحته دي خالص. هي المعلومه صح ولكن هو ما ذكرهاش، فهنستبعد الاجابه بي. طب ليه ما اتكلمتش على ايه؟ لان ايه حسيت ان هي ممكن تبقى معصلجه على الطالب ان هو مش فاهمها قوي، فانا بقول لكم ان احنا ممكن نقرا بقيه الاختيارات وممكن نطلع الاجابه منها. هيدروجين كان كومباين ويز اوكسجين تو فورم ووتر از ان مور ذان 1 مولكيول ريشيو. لا، المعلومه دي غلط. هي كونستانت ويت ريشيو، الكومباوند بيتكون من ديفرنت اليمنتس ويز كونستانت ويت ريشيو. طيب دي بقى اتومز ويتش فور ماجنيسيوم ار تايني، ان الاتومز بتاعت المغنيسيوم دي بتكون اصغر حاجه، صغيره جدا جدا. طبعا هو قال فعلا ان الاتوم دي اصغر حاجه، وان الاليمنت ده بيتكون من تايني بارتيكلز كولد اتومز. يبقى اذا الاجابه دي، يبقى خلاص انا هستبعد ايه اللي انا لو كطالب مش فاهمها. انا بقول لك اقرا الاختيارات كويس، هتلاقي ان انت ممكن تجيبها. One of the following facts doesn't match Dalton atomic model. انهي واحد من دول لا يتماشى مع دالتون؟ The mass of each atom of copper atom equal 63.5 U، ولا the mass of iron atom is less than of copper atom، ولا the uranium 285 الماس نمبر بتاعته 285 nucleus undergo fission forming lead. اليورانيوم تحول lead، طبعا دي ما تكلمش عليها خالص دالتون، فطبعا الإجابة هتكون C، دي لا تتماشى مع فكر دالتون. ده طبعا nuclear reaction. السؤال الرابع: The opposite figure represents one of the postulates of atomic theory that you studied. What is the name of this theory؟ لقينا هنا في percentage وفي أرقام كده masses، الماس بتاعة الأكسجين والماس بتاعة الووتر، مين اللي اتكلم على الريشيو والحاجات دي كلها. طبعا ده نموذج دالتون، يبقى الإجابة على طول دالتون. Number 7: The ratio of the number of hydrogen atom to that of nitrogen atom in ammonia molecule is 3 to 1. This is constitute with one of the postulate of the، مين اللي اتكلم على الريشيو بتاعة الاليمنتس جوه الكومباوند ان هي بتكون نسبة ثابتة؟ طبعا دالتون. Number 8: What is the mass ratio of carbon C12 to hydrogen H1 in methane CH4؟ طب تعالى كده نشوف الريشيو ما بين السي والاتش. هتقول لي 1 to 4، لا هو مش عايز كعدد، هو عايز كماس. هو الماس بتاعت الكربون مدهاني ب 12، الماس بتاعت الهيدروجين مدهاني ب 1، طب هم كام هيدروجين؟ 4، يبقى 12 to 4. طب 12 to 4 لما تيجي تعمل سمبليفيكيشن، ده ديفايدد 4 ايكوال 1، ده ديفايدد 4 ايكوال 3، يبقى النسبة 3 to 1. يبقى ما نستعجلش ونكتب على طول 1 to 4، لا هي مش 1 to 4، هو مش عايز عدد الكربون لعدد الهيدروجين، لا هو عايز نسبة الماس بتاعت الكربون لنسبة الماس بتاعت الهيدروجين قد ايه. بعد كده سؤال 9: 48 جرام of oxygen react completely with 32 جرام of sulfur to form 80 جرام سلفر تراي اوكسايد. What is the mass remains in the container after the end of reaction produced by adding 100 جرام of oxygen to 16 جرام سلفر in suitable condition؟ هنا بيكون فيها limiting reactant. طب تعالى كده نحلل السؤال كده مع بعض. هو حط 48 جرام من الاكسجين مع 32 جرام من السلفر، وديتنا 80 جرام من السلفر تراي اوكسيد. اوكي، هو بقى بيقول لك what is the mass remains اللي هيفضل في الكونتينر at the end of reaction produced from adding 100 جرام of oxygen to 16 جرام of sulfur. هنا الليمتنج رياكتنت هيكون ال 16 جرام بتوع السلفر. اللي انا افهمه ان ال 32 جرام بتتفاعل مع 48 جرام 16. اللي انا فاهمه ان 32 جرام من السلفر بتتفاعل مع 48 جرام من الاكسجين. طب لو دخلت 16 جرام من السلفر المفروض تتفاعل مع قد ايه من الاكسجين؟ لما تيجي تعمل كروس ملتبليكيشن هتلاقيها ب 24.
طب هو دخل قد ايه من الاكسجين 100؟ طيب يبقى انا هعمل ايه يا جماعه؟ 100 ماينس 24، لان مش كل ال 100 جرام من الاكسجين هيخش الرياكشن، ده اللي هيخش منه 24 بس. عرفتها منين؟ ان انا عوضت ال 32 جرام من السلفر بتتفاعل مع 48 جرام من الاكسجين. اذا لو دخلت 16 جرام من السلفر يتفاعلوا مع كام من الاكسجين؟ لقيت ان هما بيتفاعلوا مع 24. طب هو دخل بزياده اكسجين، ماليش دعوه بالزياده، انا ليا دعوه باللي هيتفاعل اصليا. اللي اتفاعل في الاصل هما 24 جرام بس من الاكسجين، يبقى يتبقى كام من الاكسجين؟ يعني يتبقى كام من 100؟ هنعمل 100 ماينس 24 هيطلع لي 76. طيب لو انا عملت اهو بالكالكوليتر 100 ماينس 24 هيطلع لي 76. طب هي دي الإجابة؟ لا، 76 جرام من الأكسجين هيتبقى، يعني أنت عندك 76 جرام من الأكسجين. طب أنت حطيت 16 جرام من السلفر مع 24 من الأكسجين، دول الماس بتاعتهم كام؟ ما هو هيطلع لك البرودكت اللي هو السلفر تراي أكسايد، الماس بتاعته بكام؟ هتعمل 16 بلس 24 هتطلع ب 40، هتجمع ال 40 مع ال 76 هيطلع لك الاجابه اللي هي تطلع ب 116 جرام. تاني اعيدها تاني عشان هي مساله صعبه شويه، وهي فيها كمان من منهج اولى الترم الاولاني اللي هو المول والكلام ده كله والماس والمولر ماس والحاجات دي. انت عندك دلوقتي 48 جرام من الاكسجين بيتفاعلوا مع 32 جرام من السلفر، انت دخلت اكسجين بزياده، بيقول لي دلوقتي لو انت حطيت 48 مع 32 طبيعي هيطلع 8 جرام من سلفر تراي اوكسيد. طب لو انت حطيت 100 جرام من الاكسجين مع 16 جرام من السلفر، انت قللت كميه السلفر وزودت كميه الاكسجين، اللي هيحصل كالاتي، ان ال 32 جرام من السلفر بتتفاعل مع 48 جرام من الاكسجين، يبقى ال 16 جرام اللي انت دخلتهم في التفاعل هيتفاعلوا مع كام من الاكسجين؟ عملت كروس ملتيبيكيشن طلع لي 24، يبقى اللي هيخش في الرياكشن من الاكسجين او اللي هيستهلك من الاكسجين 24 بس من ال 100. عملت 100 ماينس 24 طلعت لي ب 76. طيب هل دي الاجابه؟ لا، ال 76 ده اللي ما دخلش من الاكسجين، يبقى ده اتبقى. طيب البرودكت ذات نفسه ليه ماس، طب الماس بتاعته هتتجاب ازاي؟ 16 جرام بتوع السلفر اللي انت دخلتهم مع 24 من الاكسجين اللي استهلكه طلعت لي ب 40 مع 76 يطلع لي 116 جرام. السؤال اللي بعده، دالتون اند تومسون اجريد اون ذا كاربون اتوم. هو دالتون وتومسون اتفقوا هما الاثنين ان الاتوم السوليد، يبقى هما الاثنين اتفقوا ان الاتوم السوليد. لما تيجي تقرا الاختيار الاولاني هاز نو سبيس وذين، ان الكربون اتوم ما فيش سبيس وذين، اكيد طبعا لانها سوليد، ومعنى ان هي سوليد يعني ما فيش سبيسز، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه؟ الكتريكالي نيوترال. مين اول واحد قال ان الاتوم الكتريكال نيوترال؟ هو تومسون، دي معلومه عندك. وتصور كده شكل الاتوم ان هي عامله زي البطيخه وان الالكترون جواها البتاع، يعني كان البتاع الاحمر ده هو الاتوم البوزيتيف تشارج والالكترون جواها، والالكترون دي امبيدد تو ليت ذا اتوم نيوترال تشارج. يبقى اول واحد ذكر ان الاتوم نيوترال تشارج هو مين؟ هو تومسون. طبعا في عهد تومسون محدش كان مكتشف اي حاجه، اول واحد اكتشف الالكترون هو تومسون عن طريق الكاثود رايز. السؤال اللي بعده، وين ذا بوتنشال ديفرنس بتوين تو الكترودز اوف ا ديسشارج تيوب بريدجز اراوند 10 كيلو فولت؟ ات از نوتس ذات ذا الكتريكلي كوندكتيفيتي اوف ذا جاز in the tube decrease. لأ، the resistance of the gas in the tube to the carbon passing increase. ولا a flash occurs at cathode on colliding with the wall of the tube. ولا a flash occurs at anode on colliding with the wall of the tube. طبعا هو الفلاش اللي حصل عند الانود. ليه؟ لان الريز دي خرجت من الكاثود وراحت للانود، لان هي نيجاتيف تشارج، خلاص يبقى هي الريز دي اللي هي الانسين ريز ما بتتشافش، ولكن شفناها لما غبطت في الجدار بتاع الانبوبه.
عملت فلاش فين؟ عند الانود، لانها طبيعي ان هي بتمشي في ستريت لاين، خرجت من الكاثود فهتعمل الفلاش بتاعها عند الانود. يبقى اذا الاجابه بتاعتي هتكون دي. السؤال نمبر 13. Particles like character of cathode rays indicated by اللي هي ال properties بتاعت ال cathode rays. Their ability to move in a straight line ولا their ability to induce flashes on the sensitive plates ولا their deviation when passed on electric or magnetic field ولا their thermal effect. هو هنا بيقول لي particles. Particles خلاص يعني بتتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي. يبقى Particles like character of cathode rays indicated by their diffusion when passed in an electric or magnetic field. يبقى الإجابة بتاعتك هتكون C. بعد كده السؤال number 14. The apparatus in which is illustrated the opposite figure doesn't produce cathode rays. What is the modification which should be considered to obtain the rays? طب هي ليه دي ما طلعتش cathode rays؟ عشان فيها ايه؟ عشان فيها air. واحنا قلنا ان في الانبوبة اللي هو discharge، معنى كلمة discharge يبقى هي مفرغة من الهواء. يبقى طبعا المفروض ان انا اخرج الهواء الاول. يبقى الإجابة بتاعتي هتكون discharging the air اللي هي دي discharging the air from the tube. السؤال نمبر 15. In electric discharging experiment through gases, cathode rays are deflected away from the metal plate which is negatively charged. يعني انت عندك الكاثود رايز وهي ماشيه في ستريت لاين بتبعد عن النيجاتيف تشارج. اوكي ليه؟ عشان كده طبعا لان هي نيجاتيف، والنيجاتيف ما بيحبش النيجاتيف، النيجاتيف بيحب البوزيتيف والبوزيتيف بيحب النيجاتيف، واللايك تشارجز ريبل اتش اذر اللي زي بعض ما بيحبوش بعض. البوزيتيف يحب النيجاتيف والنيجاتيف تحب البوزيتيف، لكن لو الاثنين زي بعض بوزيتيف مع بوزيتيف لا، نيجاتيف مع نيجاتيف لا، إذا الاختيار بتاعك هي ليه بتبعد عن النيجاتيف؟ عشان هي اصلا نيجاتيف تشارج. بعد كده السؤال اللي بعده. All the following among the properties of the cathode rays except being. كل دول من الكاثود رايز. تعالى كده نشوف ايه هي الخاصية الوحيدة اللي مش في الكاثود رايز. هي بتكون عبارة عن streams of electrons، مجموعة من الالكترونز طبعا. A charged particles طبعا هي نيجاتيف. Moving at same speed of light، لا هي بتمشي سرعتها اقل من سرعه الضوء. اذا الاختيار بتاعك هيكون 7 اي سي. السؤال نمبر 17. الكاثود رايز هاف ليها ماس؟ اه ليها ماس. ليها تشارج؟ اه ليها تشارج. نايذر ماس اور نور تشارج؟ نو، احنا قلنا ليها ماس وتشارج. ماس اند تشارج طبعا هي دي الاجابه بتاعتك، هتكون ماس اند تشارج. راذرفورد موديل اوف اتوم. It is recently accepted model of the atom. هو الموديل الحالي؟ لا طبعا. Assumed that the atom is solid. لا، Rutherford قال ان اغلبية الاتوم بتكون space. Explain the unique atomic spectrum of the different element. طبعا الspectrum دي خاصة بور، ده هناخدها المحاضرة اللي جاية. Assume that the charge of electrons equals the charge of nucleus. طبعا هي دي الاجابة بتاعتي. Rutherford lab experiment proves that. Rutherford LE ان البروتونز are not uniformly distributed inside the nucleus. ولا الالكترونز are negative particle charge. ولا الالكترون are positive. ولا the atom contains proton, neutrons and electrons. طبعا الاجابة بتاعتك هتكون ان الاتوم contains proton, neutron and electrons. السؤال اللي بعده. Which of the following observation the invalid of the claim that the atom is solid as presumed by Thomson and Dalton. اللي بيثبت ان هي مش solid. Deviation of some alpha particles even collision with the gold foil.
ولا penetration of a small fraction of alpha particle even collision with the gold foil ولا reflection of a small percentage of alpha particle even collision with the gold foil ولا appearance of flashes on the sensitive plate behind the gold after falling of the alpha particles. طبعا الإجابة بتاعتك هتكون دي لأن هي عدت، وما دام إن هي عدت يبقى في سبيس. طيب 21 the gold foil experiment which is carried out in Rutherford lab ماشي confirmed Thomson لا it is the base of Dalton لا lead to discovering the nucleus of the atom طبعا أدت لاكتشاف النيوكليس بتاعة الأتوم. After carrying out Rutherford experiment using a foil of gold and alpha particles, conclude except. طيب كل دول استنتجناهم ما عدا مين؟ ال small size of nucleus, ال charge of nucleus, ال atomic mass of element, the presence of electrons around the nucleus. أنهي إجابة الصح؟ طبعا ال presence of electrons around the nucleus. بعد كده when alpha particles and the cathode rays are exposed to an electric field or magnetic field they طيب alpha particle و cathode دي positive و دي negative فالالفه هتروح للبوستيف هي الالفه بوستيف هتروح للنيجاتيف والكاثود رايز هي نيجاتيف فيحصل لها ديفيجن ناحيه البوستيف فهنا بقى الاختيارات ايه move with the same speed ولا both in opposite direction from each other ولا both together in same direction ولا are not affected by other of atom طبعا both in the opposite direction دي هتروح للبوستيف ودي هتروح للناحية التانية النيجاتيف يبقى هيمشوا عكس بعض. In Rutherford experiment the ratio of the number of alpha particles which are deviated to the alpha particle which bounce back اللي حصل لهم deviation واللي حصل لهم back هم قليلين ولكن اللي حصل له reflection بتكون اقل حاجة اللي حصل له ديفيجن اعلى منها شوية وهنا بيسألنا على الريشيو ما بين الديفيجن والريفليكشن مين ذكر الاول الديفيجن يبقى انا هبتدي بالديفيجن هتكون طبعا مور زين يبقى مور زين 1 لو كان عكسها الريفليكشن والناحية التانية الكلمة التانية ديفيجن كنت هقوله less than 1. بعد كده السؤال the failure of the atomic model of Rutherford didn't explain هو ما شرحش ايه هو طبعا ما شرحش طريقة الالكترونز حوالين النيوكليس بيكون ازاي nature of the movement of electron around nucleus ولا طبعا هي دي الاجابة nature of the movement of electrons around the nucleus لان هو ما قالش طريقة اللي بيها الالكترونز بيلف حوالين النيوكليس هو قال ان هي عامله زي المجموعه الشمسيه الشمس موجوده في النص النيوكليس موجوده في النص وحواليها الالكترون ولكن لم يذكر الانرجي ليفل اللي هيذكرها بعد كده بور اللي هو احنا خدناهم قبل كده كي ال ام ان او بي كيو طبعا ما كانش اكتشفهم رذرفورد. السؤال الاولاني ده حليناه في الدرس والسؤال برضك 27 حليناه في الدرس يبقى احنا كده خلصنا اسئلة الدرس وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هنبتدي نشرح فيه البور اتوميك موديل مع المودرن ثيوري القاكم ان شاء الله الاسبوع القادم.